وقف لنشوف. كل هدول كمان مو بس تشرب شاي مارت. مارت بيحب الشاي. بكرة الصبح إذا ما فقت بكير أنا بورجيك. والله لفيقك أنا وعم قرقرك، عم تفهم ما؟ مارت بفيق. هلأ ما منحكم، منشوف بكرة. أيوة، مين جايب هالوقت هاد؟ أنت خليك هون هلأ برجع. مفاجأة. لا أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. أهلا فيك يا بنتي. خذي هالأغراض من إيدي ست فريدة، إذا احتجتوني أنا واقف تحت. تمام حسن، شكرا. شو كان في داعي لهدول؟ ليش معزبين حالكم؟ هي هدايا البيت الجديد. شكرا كتير. شو وينه ما هو فوق؟ تفضلوا فوتوا. يلا يلا فوتي الأغراض والحقيني. تفضلي فوتي. أردا اطلع وقول لأخوك خليه يوقف لي هذا الصوت، راسي رح ينفجر والله. ماما شو بدي اقول له؟ بعدين اتركي دي على الطبل احسن ما يخانق الناس. يا ربي دخيلك يا اخي. وانت كمان ما تركت عقل براسنا. ايه اللي حبيت الفطاير؟ مارت حبها كتير. شكرا لك ستي. صحة وعافية يا روحي. الا ستي شوفوا شوفوا، معنا نحن بيقول أردا وميليس وعزراء، بس ستي ستي ما هيك؟ أي مثل ما بدك سيد مارت. مو سيد مارت، مارت. طيب بعتذر منك. لا تغاروا يا بنات. مارت في إلك شغلات حلوة جبت لك إياها بهداك الكيس، بدك تشوفها؟ هدية؟ اركض. يا روحي. القدير ترك الدعوة. ايه خالة سكر، صار في موقف بشع مشان هيك. هو اتخانق مع جينك؟ ايه هذا اللي صار، تخانقوا سوا. طيب ليش تخانقوا مع بعض؟ بتوقع انه صار في سوء تفاهم بيناتهم. بالحقيقة قدير انسان منيح، حتى انا ما بقدر شكك بشغله كمحامي. كمان برأيي هو عمل اللي بيطلع معه. يعني قدير كان مهتم بالقضية. ايه للحقيقة قدير بهديك الليلة كان جاي مشان يحكي معي بخصوص الدعوة، وكان صاير في تطور. اجا جينك وقتها وفكر انه في شي بيناتكم. ايه هيك تماما. بس قدير عن جد محامي منيح كتير بالنسبة إلي، وأنا بشوفه كصديق مو أكتر، وهو هيك بيشوفني. يعني جينك غلطان، ما في هيك شي بيننا. بس جينك ضرب قدير كتير. ايه بس قدير ما رفع ايده على جينك. غريب، أكيد مو لأنه ما بيعرف يقاتل. يعني أكيد، ما بتوقع، أكيد بيعرف يقاتل. جينك كان مفكر حاله انه هو عم يحميني. طبعا انت هيك رايك؟ ليش؟ شو ممكن يكون غير هيك خاله سكر؟ تعرفي ستي يا ريت لو تتدخلي انت وتصالحيهم. مين يا ميليس؟ عزراء وجينك قصدك؟
لا لا قديرو يعني الأستاذ قديرو أخي. أنا شو فيني أقول لهم بنتي؟ هن الاثنين كبار. بس قدير حسب كلامه معه حق. طبعا ستي، يعني أنا عم بحكي مشان قضية عزراء، وإلا شو بدي أصلا؟ يعني حبيبتي ميليس مع الوقت لما بتهدى أعصاب الكل إلا ما نقعد ونحكي سوا، يعني هالشي بيتصلح وبيروح مع الأيام. إذا شبعتوا خلوني ضب الطاولة، شبعتي ما هيك خالة سكر؟ رح قوم ساوي قهوة. ألف صحة وعوافي خالة سكر. خليني ساعدك لكان. معناها وأنا رح أحكي شوي مع حفيدي. والله ما كان قصدي. مار شو عملت؟ ورجيني. شو هاد حلو. مارت، اللي انت حبيت هذا المكان؟ ايه مارت حبه كتير. مارت لا تترك عزراء، ممكن لما انت ما بتكون موجود هي بتزعل وبتبكي. مارت رح يبقى هون، ما بده عزراء تبكي. برافو عليك يا ابني. وخلي ستي تبقى كمان. أكيد ببقى طبعا، بس بوقت تاني حبيبي. أعطيك هاي الخضرة. عن جد كان قلبي رح يوقف. شفتي كيف ستي لبكتني بالحكيمة هيك؟ معقول عرفت شي؟ قصدك قصتكم؟ لا لا قصتكم أنتو. لا ما بتوقع، يعني من وين بدها تعرف؟ عزراء بالمناسبة شكراً. على شو؟ لأنك ما حكيت إشي عني، لا قدام أخي ولا قدام ستي كمان. ميليس شوفي، قدير شخص منيح كتير عن جد، بس إذا ما حل مشكلته مع أخوكي شغلتكم رح تكون صعبة بعدين. أنتي كمان لازم تاخدي موافقة جين، هالأمور ما بتضلها مخباية يعني إلا ما تنكشف بالنهاية. أي صح معك حق، بعرف. أنا حكيت مع قدير وقال لي إنه رح يلاقي حل، رح يعمل شي شغلة، بس ما بعرف. أنا ما بدي أكون تزعلوا أنتو اتنين، عن جد عم أحكي. بدي أقول لو تتحسن علاقتك أنتي وأخي رح ينسى موضوع قدير، ما هيك؟ يا ريت لو يصير هيك شي، وقتها ما رح يضل في مشكلة مع قدير كمان. ليش ما بيصير عزراء؟ ليش؟ شو هالمشكلة اللي ما إلها حل يعني؟ إذا مشان ستي تمام، أول شي ممكن يصير عندها ردة فعل، بس بعدين رح تلين. بالنهاية بتحبكن اتنيناتكن. يا ريت لو المشكلة كانت بستك، بس مو هيك، في مشاكل تانية لسه. أوف، أنا ما بخلص من المشاكل ميليس. ستي وقعت، ستي وقعت، ستي وقعت، ستي وقعت، ستي وقعت، ستي وقعت، ستي وقعت. خالة سكر على مهلك. وقفي وقفي وقفي، أنا عم ساعدك. وقفي وقفي شوي شوي على مهلك. خلينا نسطحهم. يلا خدي عزراء خدي. آخ يا ستي أنتي منيحة؟ مي مي فورا، جيبوا لي شوية مي. جيبي مي عزراء، وانتي كمان جيبي لي الدواء من الجزدان. يلا الدواء. جيبي لي الدواء ميليس. خدي خالة، خدي اشربي. اي واحد منه قصتي؟ هاد؟ ايه هاد. يعني انا ما فهمت ليش صار هيك. خلينا ناخدك على المشفى، شو رأيك؟ ما في داعي، باخذ الدواء تبعي وبتحسن، هلا بيمشي الحال. ستي كيف يعني ما في داعي؟ امشي نروح على المشفى وخليني اخبر ماما ونادي لحسن. لا لا تنادوا حبيبتي، انا انفعلت شوي لما شفت مارت مبسوط هيك. ليكي انت اتصلي باخوك وخبريه لانه مبين عليها تعبان. ايه تمام، تليفوني نسيته بالمطبخ دقيقه. ستي ستي خالة سكر،
على القليلة خلينا نتصل بدكتورك ونشرح له شو وضعك. لا يا بنتي، ما في داعي، ما بدي ميليس تعرف شيء عن مرضي. ليش خالة سكر؟ شو رح يصير؟ ماني منيحة كتير عزراء، الدكتور قال إنه مرضي رجع من جديد وعم حس بالتعب كل فترة والتانية. طيب ماشي، خلينا نخبر الكل لكان شو رح يصير خالة سكر. بعدين هيك بتتعالجي بالبيت وما بتتعبي حالك. أنا زعلانة ومقهورة عليك خالة. أنا عم باخد أدويتي أصلاً، ما فينا نعمل شي تاني. يا بنتي مارت، أنت اهتمي فيه ولا تخليه خاف أبداً. مارت؟ مارت حبيبي، تمام تمام، ما في شي، لا تخاف. ستك فريدة بس تفركشت برجلة ولهيك هي وقعت، ما في شي، لا تخاف. تعال، ما فيني شي، تعال. ستي ستي، تعال لشوف يا روحي، تعال، ما فيني شي أبدا. ميليس؟ ايه الو ميليس. اخي ستي حالتها سيئة كتير. انت شو عم تقولي ميليس؟ وين؟ شو صار؟ ما بعرف، القصة صارت فجأة وما فهمنا شي. نحن عند عزراء هلأ. بس اخي لا تحسس ماما بشي ابدا، تمام؟ ستي قالت ما تخبروا حدا، ما بدها تروح على المشفى كمان. عزراء قالت لي اتصل فيك. تمام تمام ميليس، انتو عطيتوها الدواء لستي؟ ايه عطيناها يا، يلا تعال فورا. تمام جاية فورا. اخي شو صاير لستي؟ ستي تعبانة كتير وأنا رايح شوفها هلأ. ايه تمام، وأنا كمان جاي معك. انت بلا ما تجي معي هلأ ماما بتنتبه، أنا بخبرك ماشي؟ بس أنا كمان رح ينشغل بالي، خليني اجي معك. خلصنا بقى، قلت لك رح خبرك، خلاص اهدى. طيب بس لا تنسى أخي.